تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشراكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشراكم جهنم موعدا يا شانئا خير الأنام نبينا أخطأت في حق الحبيب محمدا تهج النبي وما وصلت لنعله يا من بجهل للصليب تعبدا يا من بجهل للصليب تعبدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد في برنامج بيسموه حوار الحق والحقيقة ان كل اكاذيب كما سنرى يقدمه القمص المدعو زكريا بطرس والذي كان ابوه المفروض يسميه كذابية بطرس فالكذب عادته والتزوير حرفته قال الخبيث الكذاب أبيض لحظة واحدة طيب إذا كان في شك في النسب ليه مش مذكور في كتب التراث ده مذكور في كتب التراث يا حبيبي مين قالك إنه مش مذكور في كتب التراث أقولك في كتاب البداية والنهاية لابن كثير باب تزويج عبد المطلب لابنه عبد الله جزء 2 وصفحة 316 يقول لك كده بلغ النبي أن رجالا من كندة يزعمون أنهم أن محمد منهم وهم منه فقال محمد رد بقى لما عرف السؤال الناس بيقولوا أنه هو مننا لا يعني مش من قريش يعني مش من عبد الله من كندة مصيبة فقال إنا لن ننتفي من آبائنا نحن بنو النضر ابن كنانة ده بيعترف نعم وقد علق بعض الباحثين على ذلك بقولهم إن رجالا من كندة وليس من بني هاشم قالوا إن محمدا من نسلهم واعترف محمد بذلك كلام كذابية بطرس اشتمل على تزوير قبيح وكذب مفضوح وغباء صريح حلو السجدة التزوير القبيح لأنه ارتكب جريمة التزوير في ثلاثة مواضع هنشاهدهم الآن هو استخدم البداية والنهاية للإمام ابن كثير نفتح مع بعض البداية والنهاية للإمام ابن كثير صفحة 361 362 نقرأ الرواية الرجل الذي روى هذه الرواية الكدامي نحفظ اسم الراوي وطبعا كذابية بطرس حذف اسم الراوي لم يذكر ونعرف لماذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجالا من كندة يزعمون أنهم منه وأنه منهم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يقول ذلك العباس وأبو سفيان بن حرب إذا قدم المدينة ليأمنا بذلك وفي الطبقات الكبرى لابن سعد إذا سافر إلى اليمن إحنا عارفين إن كان في رحلة الشتاء والصيف في الجاهلية فكان العباس وأبو سفيان في الجاهلية يسافران إلى اليمن فكان يزعمان هناك فأنهما من نسل كندة وكندة ملوك اليمن ليأمنا بذلك ليكون في أمان من شر أهل تلك البلاد فهذا يشبه في عصرنا ما إذا سافر أحد أهل السنة إلى بلاد الشيعة كإيران مثلا
فيزعم هناك أنه من نسل علي ابن أبي طالب وأنه من آل البيت، وإنما زعم ذلك ليأمن من أذى فرقة الشيعة الضالة، لأننا كما نعلم أن الشيعة يعظمون علي ابن أبي طالب ويضطهدون أهل السنة اضطهادا شنيعا يصل إلى التعذيب والقتل. فأبو سفيان والعباس حين كان يسافران إلى اليمن كان يزعمان أنهما من نسل ملوك كندا ليكون في مأمن من أي أذى. وهذا المعنى يوضحه الإمام ابن كثير في موضع آخر من البداية والنهاية الجزء السابع صفحة 312: كان تاجرين إذا شاع في العرب فسئل ممن أنتما؟ قال نحن بنو آكل المرار، يعني ينتسبان إلى كندا ليعز في تلك البلاد، يعني لينال العزة في تلك البلاد، لأن كندا كانوا ملوكا فاعتقدت كندا أن قريشا منهم. المعنى واضح. نرجع للرواية اللي ذكرها كذابية بطرس. فرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ما قاله رجال كندا، كان يقولان ذلك للسبب الذي ذكرناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة. كذابية بطرس طبعا حذف هذه الجملة لأنها توضح أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى ما زعمه رجال كندا ووضح السبب الحقيقي وراء ذلك. ثم أعلنها صلى الله عليه وسلم صراحة أمام الجميع قائلا: نحن بنو النضر بن كنانة. وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، إلى أن وصل إلى النضر بن كنانة. وهذا هو الموضع الثاني الذي حذفه كذابية بطرس. كده موضعين. وفي النهاية يعلق الإمام ابن كثير على هذه الرواية قائلا: هذا حديث غريب جدا تفرد به القدامي وهو ضعيف. وهذه المعلومة هي أن القدامي ضعيف ليس بثقة. هذه معلومة مشهورة عند أئمة الحديث طوال التاريخ الإسلامي. فلو فتحنا على سبيل المثال ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي المتوفى سنة 748 هجرية الجزء الثاني صفحة 488: القدامي أحد الضعفاء أتى عن مالك بمصائب، يعني يروي روايات مكذوبة عن الإمام مالك. وهذه هي العبارة الثالثة التي حذفها كذابية بطرس. يعني التزوير تم في ثلاثة مواضع. الموضع الأول حذف قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقول ذلك العباس وأبو سفيان ليأمنا بذلك، وحذف أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أمام الجميع دون أن ينكر ذلك أحد منهم قائلا: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن النضر بن كنانة، والنضر هو قريش كما سنرى. وحذف تضعيف الإمام ابن كثير للرجل الذي روى هذه الرواية الغريبة جدا. تزوير في ثلاثة مواضع، احفظوا. هذا هو التزوير القبيح. أما الكذب المفضوح فحين قال كذابية بطرس